تتسبب بعض الأطعمة بأضرار صحية لمريض الغدة الدرقية، ولذلك ينصح بأن يتجنبها من يعاني من اضطرابات في نشاط الغدة الدرقية. الخضروات مثلاً كاللفت والقرنبيط والملفوف والبروكلي، والتي تحتوي على مادة كيميائية تقلل من إنتاج هرمون الغدة الدرقية، لذلك يجب طهي هذه الخضروات حتى يقل تأثيرها السلبي على الغدة. الصويا ثانياً، والتي يمكن أن تتسبب في تضخم الغدة الدرقية، كما أن لديها القدرة على منع امتصاص الجسم لهرمون الغدة، وخاصة في حالة الإصابة بنقص اليود. ثالثاً تأتي القهوة، والتي يجب الحذر من تناولها بإفراط، لأنها تحتوي على حمض يمكن أن يضعف امتصاص الجسم لأدوية الغدة الدرقية. وفي حالة الرغبة في تناول القهوة، يجب الانتظار لمدة ساعة بعد تناول الدواء حتى وإن كانت منزوعة الكافيين. الجلوتين أيضاً الموجود في القمح مرتبط باضطرابات الغدة الدرقية. أطعمة أخرى تلعب دوراً في نشاط الغدة الدرقية كالدهون والأطعمة المقلية والمحليات الصناعية والمشروبات الغازية والأطعمة المعلبة تعطل وظائف الغدة الدرقية الطبيعية. أخيراً تأتي الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والبقوليات التي تعيق امتصاص الأدوية البديلة لهرمون الغدة الدرقية. نسرين دولي اختصاصية التغذية معنا اليوم حتى نتحدث أكثر عن هذا الموضوع. نسرين صباحك فل. يسعد صباحك، أسأل صباح الورد. اشتقنا لك، واليوم موضوعنا جدا مهم بالنسبة للغدة الدرقية. كما نعلم هناك مشاكل تتعلق بالغدة الدرقية، وكما ذكر التقرير هناك أغذية أيضا تؤثر عليها سلبا، نتحدث عن هذه الأغذية. مزبوط. نعم. هلأ الغدة الدرقية هي غدة كتير مفيدة للجسم، تشتغل على وظائف عديدة جدا. أي خلل بهاي الغدة ممكن يأثر بشكل سلبي على جسم الإنسان. هلأ إيش المأكولات اللي ممكن يتأثر بشكل سلبي على الغدة الدرقية؟ أول إشي مجموعة الخضار الصليبية. الخضار الصليبية مثل الزهرة، البروكلي، الملفوف، أيضا السبانخ، هاي كلها بتحتوي على مواد كيماوية بتأثر على عمل الغدة الدرقية، بتأثر على إفراز هرمون الثايروكسين اللي هو هرمون الغدة الدرقية. أيضا من المأكولات اللي ممكن تأثر بعض أنواع الفواكه، بعض أنواع الفواكه مثل الفراولة أو الانجاص، هاي الأنواع تحديدا بتحتوي على نفس المادة الكيميائية اللي موجودة بالخضار الصليبية بتأثر لي على عمل الغدة الدرقية. هلأ بحالة إنه إحنا عم نتعالج بدنا نحاول إنه ناخدهم بكميات كتير قليلة. هلأ ممكن إذا كان عندي كتير خربطة بالهرمونات منفضل إنه نتجنبها نهائيا. أيضا إذا تعرضت لدرجات حرارة مثلا طبخنا هاي المأكولات ممكن يخف تأثيرها، لأنه بتقل نسبة المادة الكيميائية تقريبا نسبة 30%. يعني بمعنى آخر يستطيع المريض أكل هذه المأكولات بعد طبخها. طبعا ممكن ناكلها، بس إذا كان عندي كتير خربطة منحاول إنه نبتعد عنها نهائيا بفترة العلاج. نعم، إذا هذه هي المأكولات التي يجب أن نبتعد عنها. ما هي المأكولات التي يجب أن نتناولها إذا كان هناك مشكلة في الغدة الدرقية؟ مزبوط. بالمقابل في عندي أغذية مثل المأكولات البحرية إجمالا كل أنواعها فيها نسبة عالية من السيلينيوم واليود، اليود اللي أصلا بيستخدمه الجسم لتصنيع هرمون الثايروكسين اللي هو هرمون الغدة الدرقية. هلأ إحنا عم نحكي عن مأكولات بحرية إجمالا كل أنواع الأسماك، عندي التونة، السردين، إجمالا بكل أنواع الأسماك منفضل إنه نتناولها من مرة لمرتين على الأقل بالأسبوع. نعم، يعني ذكرتي الفراولة، معروف عنها أنها مفيدة، أو يعني خلينا نحكي الفواكه الحمراء بجميع أشكالها مع التوت والفراولة وكل هذه الفواكه هي مفيدة للجسم، فيها أنتي أكسيدنت طبعاً تحتوي على مضادات أكسدة عالية. نعم، لكنها كثرتها سيئة للغدة الدرقية. بالضبط. هلأ بفترة العلاج لأنه هي بتحتوي على زي ما ذكرنا أنه المواد كيميائية معينة فيها نسبة عالية، تحديداً الفراولة والإنجاص هم شوي بدنا نبعد عنهم. ممكن ناكلهم بس ناخدهم يعني من مرة مثلاً مرتين بالأسبوع، بنركز على الفواكه الثانية يعني بشكل معتدل. بالضبط. طب كيف يؤثر قصور الغدة الدرقية على التمثيل الغذائي بشكل عام؟ هلأ الغدة الدرقية مسؤولة عن تنظيم عمليات الأيض بالجسم، بتسرع حرق السكريات والدهنيات، يعني بشكل أبسط هي بتحول لي الطعام لطاقة. فأنا مشاكل الغدة الدرقية ممكن تأثر كتير على الوزن، ممكن عندي يصير خمول بالغدة الدرقية أو منسميه كسل الغدة الدرقية، بتأثر على زيادة الوزن، ممكن تصير زيادة بشكل مفاجئ وتكون زيادة سريعة.
هلأ العكس، نشاط فرط نشاط الغدة الدرقية ممكن يصير عندي نحافة مفرطة، فهي بتأثر كتير على وزن الجسم. وماذا عن شرب المياه؟ هل له أي تأثير على عمل الغدة الدرقية، شرب المياه بكثرة أو بتنظيم خلال النهار، أو ما له أي دخل بالموضوع؟ هلأ إجمالا إحنا دايما ننصح بشرب المياه، بالعكس شرب المياه بيأثر كتير بشكل إيجابي. دايما إحنا بدنا جسمنا دايما مترطب عشان الغدد كلها تشتغل بطريقة صحيحة. نعم، طب يعني خلينا نحكي الأثر الذي تتركه صحة الغدة الدرقية على جسم الإنسان. كما قلت هناك إفراط، ممكن أن يكون إفراط بعملها أو كسل بعملها. نتحدث عن يعني موضوع غير أنه الوزن، نحكي عن موضوع آخر. نعم تمام. هلأ الأعراض اللي بتصير عنا لما يصير في كسل بالغدة الدرقية، أول إشي التعب والإرهاق الشديد، يعني بيكون تعب مش مبرر، يعني الشخص مش باذل أي مجهود وفي عنده تعب كتير. ممكن يصير عندي جفاف بالجلد، أيضا بتسبب تساقط بالشعر وتكسر بالأظافر. هلأ برضه من المشاكل ممكن تسببها مشاكل نفسية، ممكن يصير عند الشخص اكتئاب، هاي مشكلة كتير كبيرة. ممكن يواجه صعوبات بالنوم، نلاقيه بحب ينام فترات طويلة، يصير عنده نعاس، يعني إجمالا خمول. هلأ ممكن تسبب إمساك عند السيدات، أيضا ممكن تؤدي إلى خربطة بالدورة الشهرية. نعم، وما هي النصائح التي تقدمينها لمرضى قصور الغدة الدرقية؟ هلأ إجمالا في ناس رابطين فكرة إنه هم عندهم كسل بالغدة الدرقية فوزنهم ما رح ينزل، لا، إحنا بدنا نقولهم إنه إذا تناولنا علاجنا بشكل منتظم، اتبعنا حمية غذائية مناسبة إلنا، وبرضه ما ننسى إنه نمارس الرياضة، خاصة الرياضات الهوائية مثل المشي، هاي كلها بتحسن من عمل الغدة الدرقية. يعني بالنهاية هي مشكلة صحية بس إحنا نقدر نتعايش معها. طب لم نتحدث عن الدهون أو الأطعمة المقلية، هل لها أي علاقة بعمل الغدة الدرقية؟ هلأ إجمالا إحنا دايما لما يكون عندنا أي مشكلة صحية بدنا نبعد عن المقالي أو الدهون المشبعة. بس في إشي ممكن نستخدمه يفيدنا، اللي هي الدهون الصحية، اللي هي الدهون غير المشبعة، موجودة بنلاقيها بالمكسرات، هاي بتحسن من عمل الغدة الدرقية. القهوة، المشروبات الغازية، ماذا عن هذه المشروبات؟ هلأ في دراسات عن الكافيين إجمالا اللي موجود بالشاي، القهوة، الشاي الأخضر، المشروبات الغازية كلها. هلأ بعض الدراسات قالت إنه لأنه الكافيين بيزيد إفراز هرمون الأدرينالين، فممكن يأثر على إفراز هرمون الثايروكسين بشكل سلبي. مشان هيك إحنا قدر الإمكان ما بدنا نفرط بتناولهم، نتناولهم بكميات معتدلة. نعم، وهل الأطعمة المعلبة لها أي علاقة بعمل الغدة؟ يعني إجمالا ممكن يتأثر لأنه في مواد مضافة عليها، يعني أي مواد فيها مواد مضافة بنحاول إنه نبتعد شوي عنها. نعم، نسرين دولي كنت معنا اليوم بموضوع مهم جدا عن الغدة الدرقية وقصورها والمأكولات المناسبة لها والغير المناسبة لها. شكرا لك على كل هذه المعلومات. شكرا لك أسهل. شكرا لك، ونراك في حلقات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله، يعطيك العافية. شكرا.